يعطيك العافيه. الله يعافيكي. هويتك لو سمحتي. هويتي ايه علينا؟ شكلي نسيانتها بالبيت. يعني في حدا بينسى هويته بهذا الظرف يا انسه؟ كل مشكله نسيان الجدران كله مو بس الهويه. شو بعمل هلا؟ انا اسفه كثير. طيب ممكن تتصلي مع حدا يجيبها؟ المشكله انا ساكنه لحالي بالبيت. انا اسمي جوا ناصر، مهندسه بالاسكان وساكنه قريب من هون. انا كل يوم بمرق من هذا الطريق. اذا بدك بعطيك تفصيل كامل عن الهويه. طبعا بدي. هالمرة رح مرقك، بس تاني مرة ما بتنسي هويتك؟ لا خلص بوعدك اني ما رح انسى هويتي. امشي. شكرا كثير لك، الله يحميك. هاي المنطقة لازم يعاد تأهيلها بأسرع وقت، ترحيل الركام والأنقاض كمان، توصيل الكهرباء والمي، الناس لازم ترجع على بيوتها فوراً. يعطيك العافية. تفضل شباب. العافية. أهلين سيد كمال. باش مهندسة كيف اليوم؟ والله مو كتير منيحة. لا 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 ليش؟ مع انه الطقس اليوم فيري نايس. فيني اعرف يا سيد كمال ليش لهلا ما بلشت اعمار؟ وحضرتك ليش مستطيرة يعني؟ لسه الدنيا باولها. شو هالمنطق؟ في مناقصة ودفتر شروط ومدة عقد وشرط جزائي، المفروض اعادة اعمار هي المنطقة ينتهي عن قريب، وشركتك ملتزمة بهذا الشيء، بس اللي شايفته انه لسه مو ضارب ولا ضربة. آنسة جوا. جوا يا آنسة جوا، كيس الشمنتو اللي كنا ناخده بعشرة اليوم بمية، والأسعار طالعة نازلة طالعة نازلة. أنت بهمك إنك تستلمي، بس أنا في عندي مية مشكلة ومشكلة. ما بعرف أنتوا على إيش مستعجلين؟ مستعجلين لأنه في ناس بدها ترجع على بيوتها اليوم قبل بكرة. أيوة صحيح صحيح، معك حق، بس يعني ما بتفرق إذا كان هاللي قاعدين بجنينة صار لهم أسبوع، يقعدوا أسبوعين، وين المشكلة؟ أستاذ كمال، هذا الأخذ والعطاء أنا ما بقدر جاريك فيه. بتحب تشتغل ضمن الأصول؟ كلنا معك، ما بتحب لنتصرف. بصير، بصير خير إن شاء الله. نغم، تحكي مع المستودعات تقلي لهم يرفعوا أسعار الجملة للزيت وللسمنة ولكل أنواع المعلبات 30%. مو كتير كمال بيك؟ شو هاد؟ كتير؟ نغم أحياناً بحسك غشيمة مصلحة أنت، لك مالك شايفة الدولار قد صار سعره؟ أمرك كمال بيك. في شغلة تانية بدي أعرف وضع هاي المهندسة جوا. جوا جوا اسمها من جوا، بدي اعرف مين وراها وشو مفاتيحها، يعني كيف بنقدر نضبها تحت جناحنا، لانه الهيئه انه مو مصلي على النبي بدها تجيب لنا وجع راس كثير. فهمتي علي؟ بكره بيكون ملفها عندك. جوان ناصر. ايه هذا انت؟ بس هالمره مو نسيان هويتك، كنت نسيها بلكي هيك من وقفك شوي. صحيح بتعرفي شو معنى اسمك؟ اي طبعا. شو؟ حق في الحب او اعلى مراتب الحب. يعني هيك شيء. صح. وكمان بيجي شدة الحب. على فكرة اسمك بالبالك بيشبهك. نحن عم نحكي عن اسمي والناس ضايجة ورا. اي معك حق، تفضلي. شكرا. الله يحميك يا رب. اهلا وسهلا.
على البني آدم هالأيام ما بيسوى الوتكة. وأنا هيك رأيي، يعني أنت بسوق الغلا ما بتجيب قشرة بصلة، بسوق الغلا بس بشرط تكون صاغ سليم. أما إذا كنت مثل ما قال سعيد صالح، كل حكا سليمة بس لوحديها. الله الله، بتسوى طبشة وزيادة. لويك لحالة بتسوى هذيك العزمة. عيونها يا عين كبدة وعوق كل خردة فيك إلى سوق وكياه وشرف. نوب على حالك، جسمك رح يروح لناس مرضاني ومحتاجته كتير. ناس مريشي ومع عملي بشر عن جد، مو مثلك دابة على الأرض. إن عايش ولا ميت قللته. وفوق كل هالشي هالناس رح تدعي لي وتدعي لك، وهنيالك يا فاعل الخير. ها اجاك الخير. ما في نكشة. اوكي حالته كويسة؟ منيح، بس من يوم ورايح الحسبة تغيرت. حسابه مثل العادة ما تغير شيء. لا 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 حبيبي. في تسعيرة جديدة. شو يعني؟ مليون قبض بقبض والدفع فوري. شو؟ الله وكيلك مكلفني 400,000، ماني مطالعة إجر ديني.